قولي والله. كيفك؟ شو أخبارك؟ والله الحمد لله، أموري طيبة، أنت كيفك؟ أمورك طيبة؟ والله تمام. معليش صوتي تعبان من الحفل حق التيك توك. شفتك في الحفلة، تكرمت؟ لا ما تكرمت، فشلت في حياتي والله للأسف، ولكني مبسوط للناس اللي تكرمت. تعرفين ليه؟ لأن هي لعبة، يعني ما شاء الله أنتم قديمين في السوشيال ميديا يا سالي، ما شاء إن الله. شاء الله أنت مع الأيام كمان تتكرم. مين أنا؟ لا والله أنا بالتكريم من الله أدخل الجنة، بس هدفي أمين الجنة، يعني إن شاء الله. الجنة الجنة الجنة. والله بحسك غريب، أقسم بالله. أنا لأني طفشان، أنت ما تعرفين حياتي، يختلف الوضع من شخص لشخص، فهمتي؟ كل واحد عنده حياة، أنا ما أعرف حياتك، أنت ما تعرفين حياتي، فعشان كذا تشوفيني غريب. أنا طفشانة كمان. انت لا، انت ما شاء الله عليك تروحين جامعة، إيش دخل؟ ما بروح هيك تاكلين كورن فليكس الصباح مع حليب، يعني عندك روتين، تصحين تسلمين على الوالدة، حنا لا. ليه حضرتك اللي بصحى الصبح؟ أنا أول شيء بصحى الساعة 6 بالليل، ما بسوي إشي، وبزهق عيشتي، بفتح لايف بكون مش طايقة نفسي، بعدين بسكر بكون مش طايقة نفسي، بعدين ما بعمل إشي وبسهر هيك، بكره عيشتي، يعني ما بسوي إشي. أنا ما كنت جاي على فهمت دبي، شيء. كنت جاي على دبي. يا ليتك جيتي، كان صورنا معك والله، ورحنا شربنا قهوة والله واستانسنا. الله يسعدك. والله حجزت كل شيء، بس بعدين حسيت مالي نفس ما جيت. حجزت أنا، إجتني أصلاً انفيتيشن من وكالة التيك توك أي. أي. على الحفلة، بس ما إجيت والله. شوفي أنت لو بتيجين لحالة واحدة، اللي هي وشو؟ إنك يعني تتعرفين على الناس، تقوين علاقاتك في الناس. يعني بس إيه، يعني أنا قويت علاقاتي مع الناس، شفت الناس، طلعت أكلت معهم، شربت قهوة معهم، جلست مع هذا، تعرفت على هذا، كل مشي. شوفي فيديو، ننزل فيديو كل مشاهير مصورهم، حتى الطباخة اللبنانية ذيك اللي عندها 46 مليون، عبير عبير بتجنن، عبير عيني عليك، عبير وعلا ونيمار، نورمار، معلش نورمار، كتير كتير ناس. هاي هاي ايه. مرحبا، اهلين اخوي، كيف حالك؟ هلا قرشع، ما شاء الله تبارك الله، وش عنايتك بلحيتك؟ ايش لحيتك ممتازة على راسي كبيفة. والله ايا قرب شعرك كثيف وبيوتيفول بجد، حنا عكس، فهمت؟ لا وانا شعري كويس، بس انا مش مبين. ما هو لبعينك شيخ، شو اخبارك؟ شو تسوي؟ شو محتواك؟ والله محتوى كوميدي وهيك، وبطلع لايفات وبروح وبجي وبمثل. كنت امثل بباب الحاره. والله والنعم فيك سالي، على راسي. سالي وين الدوتو حقي لما فزت عليك؟ وحيات الله نسيت. هي واروح عند السلطي نسيت، واروح عند الوالده نسيت، حتى امي قالت نسيت، ما حد عاجب اغنيتي، كله يقول لي اغنيتك مثل الزفت. صراحه اغنيتك ما حلوه قرشع، والله كنت اكذب عليك. طيب خلاص، طيب انا داري انها مو بحلوه، لا تكسرين بخاطري بزياده، بس سوي دويتو. انا كنت صراحه كنت اكذب، ما راح اسوي دويتو ولا عجبتني الاغنيه بقى، يعني كذابه انت. لا لا، بس انا حكيت، انا ما حكيت والله، حلفت، حكيت ولط والله ولط ولط. هذه وش اسمها؟ قرشاع. تلعبين في الدين انت، قرشاع حرام. لا 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 والله حرام، لا والله حرام، تلعبين في الدين. احنا عندنا في الاردن هيك عادي بنحكيها عندنا. والله يعني. والله والله شو اللي والله؟ انتوا بتتلاعبون في الدين؟ حرام. لا لا لا، هذه عندنا هيك معروفه معروفه. والله يعني انه كيف بدي شو اللي والله يا حبيبي؟ تخترع كلمات من عندك عشان تهرب من الحفاظ. بخترعش كلمه، هذا بقول لك انه معروفه. شوف اهم شيء النيه، اهم شيء النيه. ايوه مش النيه، ايه هي حلفت انا اطلق والله يعني نية. سالي والله انك كذاب، لانك تنفذين حكم والله ترى مش راح انفذ، بما انك ابتليت علي وحكيت لي اني انا بعمل هيك. صح والله قرشة مبين صغير، ترى مش مبين قد عمرك. استنى عندك رباعي قرشة؟ مغني قرشة، مغني انت، مغني. انا مغني عريق مثل سالم. انا ما بنسى اسم اغنيته ابو الوفا، ما بنسى. طب سمعنا صوتك، سمعنا صوتك قرشة. انا بعرف، انا بعرف، انا بعرف، ايوه
بارينا بانانا بانانا بانانا، يعني اموره طيبه تمام. بدك اسمع اسمع، وش تبي؟ اشرب زيت خروع قبل ما تبلش، اشرب زيت. هذا زيت خروع اللي تحطه، اللي تحطه على لحيتك يا شيخ، لحيتك طولها 3 متر قد كذا، كما صاروخ شاورما. انا بحكي انت غني مع ابو الوفا وافتحوا كراش سيارات. اسمعي سالي، لا تكثرين كلام، نفذ حكم، نفذ حكم يا عيال، تنفذ حكم. طيب اسمعوا، هاتوا رباعي، من عند رابع؟ طيب خلنا ادور انا من عندي، والله عندي الكوكب كله. يوم كان قام حفله المشهد يا ابو الوفا. اي انا مشهور ابو الوفا، شفت طالع يا طلق. ما انا عارفه، حاسه انك صاير متكبر، بس رجعت من الحفله حسيت وشو. لا لا يعني الواحد يتواضع، يعني تواضع فهمتي، اهم شيء تواضع ترى. حرام عليك يا شيخ، والله اني انا ما مالي بالشهرة اصلا، داخل استانس وافلها. ثواني بس، والله مبين بحسك بتكذب في عمرك. بالله والله بتكذب في عمرك صح؟ طيب كم تتوقعين عمري؟ بحس عمرك 22 بالكثير. والله شبه يعني، هذا خله بنفسك يعني، انا ما اكذب، انا انسان ما حياتي ما كذبت بحياتي، الناس اللي عندي يعرفون. انا هلا بكره ما راح اصدق، انا ما اكذب، كل البني ادمين. لا انا ما اكذب، انا ما اكذب.